حبيبي. أهلا يا ماما، إزايك؟ عايزة أتكلم معاك في موضوع كده. فضل فيجاي، أنت وجيتانجلي يعني مرتاحين لبعض؟ أنا بقالي كتير قوي ما شفتكش بتضحك كده، ده أنا فرحت قوي، بيتهيألي هتبقى سعيد معاها. فكر في مستقبلك وانسى اللي ماما فات. أرجوكي، أنا لسه مش مستعد، مش قادر أفكر في حد تاني دلوقتي. ليه؟ مراتك ماتت خلاص، قدرها، لازم تفهم من الحي أبقى من الميت، دي الحياة. حزنك مش هيرجعها تاني، انت ناسي ان هي اللي موتت نفسها؟ هي اللي اختارت تسيبك لوحدك. ماما كفاية، انا مش عايز اسمع اي كلام. بصراحة انا عمري ما حبيتها. ماما، هو انت كنت بتحب فيها ايه؟ انت لازم تنساها يا فيجاي، انت لسه صغير فوق. ماما بقى بس قفلي على الموضوع ده. ليه مش عايز تتكلم؟ ماما حاولي تفهمي، محتاج شوية وقت. ممكن ياريت تنسي موضوع جيتانجلي ده خالص. فيجاي، اللي راح مستحيل هيرجع تاني، خليك عاقل، فكر في نفسك ومستقبلك. جيتانجلي، جيتانجلي، ازيك؟ كنت فين؟ كنت مستنياك. انت كويسة؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.